الدور المصري في غزه، في الاراضي الفلسطينيه المحتله. قبل ان ابدا اقول بانه نلحظ ونلاحظ ونراقب والجميع ربما يراقب هذا عوده الدور المصري مره اخرى. عادت مصر الى دورها ومكانها ومكانتها مره اخرى. نحن لا نسوق امالا كاذبه وانما ننقل من الواقع. بالامس القريب اثبتت مصر انها عادت بقوه الى مكانها في الاقليم لتقود هذا الاقليم لتقول كلمتها في هذا الاقليم لكي تصبح مصر رقم مهم او الرقم الاهم في المعادله الاقليميه وجمله مفيده حقيقيه بمفردات القوه المصريه على مستوى العالم لا ابالغ ولا اقاعر ولا احدب وانما انقل من بين ثنايا الحقيقه التي تابعها الجميع لكننا هنا في مصر ربما لا نرى الصوره على حقيقتها لاننا صانعوا هذا العمل وهذا الانجاز مصر عادت ودليل عوده مصر في اكثر من ملمح اجملها فيما يلي اولا عادت مصر على صعيد القضيه المركزيه القضيه الفلسطينيه قالت مصر كلمتها فاستمع الاخرون. عندما كان صوت مصر خافت كان صوت اشباه الاشباه هو الاعلى، عندما عادت مصر توقف كل هؤلاء عن الصياح عن الصراخ واستمع الجميع لقولة ورأي ووجهة نظر الدولة المصرية. كانت الدبلوماسية المصرية تتحرك وفق اجندة واضحة وفق مفردات ومعطيات بتستند على القانون وبتستند على الحق وبتستند ايضا على القوه ما جرى في القضيه الفلسطينيه اهم ملمح ان مصر عادت الى مكانها مره اخرى دليل على ذلك ان مصر باقيه في مكانها بتتحرك بتنتقل بتعلو تعود تركيا الى مصر تعود قطر الى مصر تعود حتى الولايات المتحدة الامريكية الى مصر تعود حماس الى مصر تعود السلطة الفلسطينية الى مصر كل الدول تراجع وتناقش وتذهب الى الدولة المركزية اللي هي مصر بصرف النظر عن اتفاقنا واختلافنا مع كل هذه المكونات الا انه اصبحت مصر هي البوصلة التي ينظر اليها الجميع ويهتدي بهديها الجميع